يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم بالقسم الثاني من محاضرة Top Tips of Aesthetics in Fixed Prosthodontics. القسم الأول اللي انعرض ضمن الملتقى الخامس السنوي على Dentistry Online. طبعا أنا بعرفكم عن حالي، أول شيء الدكتور محمد سراج، ماجستير في تعويضات الأسنان الثابتة من جامعة حلب في سوريا. المحاضرة الأولى طبعا يعني قررت انه نقسم المحاضرة لقسمين حتى ما يكون في طول زايد بالمحاضرة وما يكون في نوع من الملل. راح يعني اذكر سريعا باهم النقاط اللي مرقت بالمحاضرة الاولى اللي حكينا فيها عن اهمية الداتا، امتلاكنا للداتا الخاصة بكل كيس لحتى نقدر نشخص بالضبط طبيعة التخصصات اللي ممكن انه نشتغل أو نعتمد عليها سواء بمساحتنا نحن بتخصصنا أو ضمن التخصصات الثانية بالتعامل مع التخصصات الثانية، لأنه نحن بالنهاية عم نحكي عن ابتسامة. الجزء الأهم فيها هو الأسنان، هي الأسنان اللي بعلاقة متناغمة جمالية مع بعض البعض، وأيضا بتناغم وعلاقة جمالية مع اللثة والعظم المحيط فيها، وهي اللوحة كلها بتكون موجودة ضمن تناغم مع النسج الرخوة المحيطة فيها من الشفاه والخدود، وضمن اللي هي ضمن اللوحة الأشمل اللي هي الوجه اللي بيشمل كل يعني بيشمل لوحتنا والإطار تبعها. حكينا عن كتير تفاصيل وعن نسب يعني هاي التفاصيل وانتشارها بين البشر. اليوم رح نكمل بالجزء الثالث اللي له علاقة بأهم الأمور المتعلقة بالشكل، وأيضا الأمور المتعلقة ب أو تفاصيل بسيطة العلاقة باللون. طبعا نحن لما عم نشوف شكل الأسنان وتقديرنا لشكل هاي الأسنان، إن كان سلبا أو إيجابا، إن كان حسينا بشيء طبيعي جميل، ودائما كلمة طبيعي مقترنة مع الجمال، فما دائما نحن يعني ممكن إنه نأخذ شيء ستاندرد ونطبقه على الجميع. أقل ما يقال ممكن إنه هذا الشيء منحسه صناعي أو مانو جمالي مانو طبيعي. هذا الموضوع له علاقة بالتميز الثقافي اللي نحن تعودنا أنه نشوفه، اللي له علاقة بمختلف بين الثقافات. يمكن اليوم نتيجة التواصل الكبير بين الحضارات فما عاد في هذا التميز. نحن كنا نشوف كتير منيح إذا دخلنا للتفاصيل التجميلية اللي له علاقة بأسنان الناس اللي عايشة بالغرب عن الناس اللي عايشة بالشرق، الشعوب العربية وفرق عن الشعوب اللي بي يعني أدنى آسيا. فمنلاحظ أنه بالفعل كل حضارة أو كل شعوب في عندها تميز معين. إذا دخلنا أكثر بتفاصيل هاي المواضيع حتى منشوف أنه في فروقات بين الذكر والأنثى اللي إلها علاقة بأنه ممكن تكون مثلا الأسنان الأمامية عند الذكر ممكن تكون مربعة، ممكن تكون حادة الطباع، ممكن عند الذكر تكون فيها يعني شوي انسيابية أو خلينا نقول فلات أو أيا يكن. رح ندرس هذا، يعني رح ناخذ هذا الشيء بعد شوي بالتفصيل. ففي فرق بين طبعا للجنس، أيضا في فرق طبعا للعمر، في فرق أيضا له علاقة بحجم ولون وشكل هاي الأسنان. هاي الفروقات كلها نحن ممكن نقول أنه تابعة لاختلافات ثقافية لازم نحن ناخذها بعين الاعتبار لما بدنا نعمل شيء جمالي لمريضنا. أيضا في شيء كلياتنا بنعرفه كأطباء أسنان ممارسين وأخصائيين اللي هو النسب الذهبية. النسب الذهبية اللي هي شيء أعم وأشمل من الأسنان يعني بأصله أو بمفهومها الأساسي، وطبقت على جماليات الوجه وجماليات الأسنان، اللي هي بكل بساطة بتقول أنه دائما في تناسب بين
أو في نسب ذهبية نحن ممكن نطبقها على أحجام الأسنان اللي هي يعني 1 إلى 1.618 من نسب بين اللاترال وبين السنترال انسايزر. طبعا هي النسب اليوم ما عادت كتير تعتمد، يعني نحن صرنا نشوف مثلا انه الهوليود سمايل عم تعتمد اكثر على البروز والوضوح والجرأة في الاسنان، بالاخص الاسنان الامامية، فما عاد في اعتماد كتير كبير، وهذا بيأكد انه في شيء ثقافي منتشر عند هدول عند هاي الناس. ايضا امور العلاقة باللون اللي ممكن يرتبط مع التميزات الفنية اللي رح ننتقل عليها بعد شوي، اللي بتحكي لنا عن انه نحن اليوم لما بنحكي عن شكل الاسنان، جمالية الأسنان، ما عم نحكي عن طول وعرض الأسنان فقط، لا، ممكن نحن اليوم نحكي عن تداخل بعد ثالث اللي هو الـ 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 هي الأسنان أو أي شيء نحن عم نشوفه، نحن عم نشوفه لأنه في إضاءة أو لأنه في ضوء عم يتسلط على هذا الشيء فنحن عم نشوفه. طيب شو تأثير هذا البعد الثالث على شكل هاي الأسنان؟ شو عم يعطيني انطباع؟ شو عم يعطيني تغيير؟ رح نشوف كمان بالprinciples of color، رح نحكي على هذا الموضوع كمان بعد شوي. فدائما الأشياء المضاءة بتوضح لعندي أنا بشكل أقرب، الأشياء العاتمة بتكون بعيدة شوي. أنا كيف فيني استفيد من هذا الموضوع لحتى أتغلب على بعض الصعوبات أو لحتى أعطي جمالية أكثر و يعني انطباع طبيعي خلينا نسميه لهي الأسنان لأي شخص عم يشوف هاي الابتسامة. أيضا من الأمور الفنية اللي ممكن إنه ينحكى فيها هي الخطوط الطولية والعرضية. هلا نحن ممكن مثلا بنشوف إنه شكل الأسنان الطبيعي، شكل الأسنان الجميل اللي بينطلق من عمق السن، بنشوف كيف انسيابية الخطوط المشكلة لعمق السن الطبيعي، عم بحكموه التعويضي أو الصناعي. وبالانتقال للجزء المتوسط والجزء القاطع للأسنان وشكل الفصوص الأسنان وشكل الانتقال إذا حكينا على السنترال بين الميزيال والديستال بالإنسايزر الإيدج، فمنشوف هاي الانسيابية اللي بتعطيني شكل مميز فني جميل. دائما طب الأسنان الحديث دائما بيشتغل على إنه يعطيني هاي الجمالية الطبيعية لهي الأسنان، فانتشار هي الخطوط بشكل طولي بشكل عرضي عم يعطيني بالأخير شكل جميل لهي الأسنان، وأيضا بيأثر على الشكل العام للأسنان. فأنا كيف فيني أشتغل على هذا الموضوع أيضا لحتى أخذ أفضل نتيجة تجميلية؟ طبعا هي الأمور اللي لها علاقة بالخطوط الطولية والعرضية لو طلعنا شوي عن الموضوع، فهي تطبق أيضا بالملابس وأيضا تطبق بعمليات تجميل بشكل عام، مثل تجميل الأنف مثلا اللي يعتمد على، أو حتى بالمكياج اللي يعتمد على مثلا بتجميل الأنف على جسر الأنف إذا بدي أنا يبين عندي أقصر أو أطول أو أعرض، وأيضا شلون أنا فيني الانحدار على جانبي جسر الأنف، أنا كيف فيني أشتغل عليه إن كان بالمكياج أو بعمليات تجميل لحتى أعطي شكل أضيق أو شكل خلينا نقول أعرض. يعني أنا الشيء اللي حابب إنه أوصله من خلال هاي المقدمة إنه الشكل مو هو بس عبارة عن طول وعرض، إذا حكينا بمفهوم الأسنان بشكل أساسي مو هو بس عن طول وعرض، لا، أنا في عندي يعني أمور مميزة، وفي عندي أيضا يعني ممكن أنا أستخدم هاي الأمور المميزة لحتى أقدر أحصل على أفضل شكل تجميلي لهي الأسنان، سواء باعتمادي على المميزات الثقافية اللي مثل ما حكينا قبل شوي العلاقة بالجنس وبالعمر، وأيضا الأمور المميزة التجميلية الفنية أو المميزات الفنية اللي ممكن أيضا أنا أعتمد عليها انطلاقا من الضوء وخطوط الطول والعرض. طبعا مثل ما حكينا بأنه اعتمادا على
الإضاءة، نحن فينا يعني أو فينا طبيب الأسنان بأنه يغير كتير من شكل وحجم هاي الأسنان. هذا الموضوع ممكن نحن نطلق عليه تسمية the law of the face، يعني مدى يعني سيطرة وجه الأسنان اعتمادا على البعد الثالث أو ما تؤثره الإضاءة على هذا الشكل، اللي هو الفيشيال سيرفيس، اللي بيبين أكثر شيء عندي رح نشوف بعد شوي بالأسنان الخلفية أكثر من تأثيره على الأسنان الأمامية، يعني أو انطلاقا من الماب باتجاه الخلف، واعتماد شيء اسمه الزوايا الخطية الانتقالية اللي موجودة على الفيشيال سيرفيس. مثل ما انا شايفين هون بهي الصور الثلاثة، طبعا هون فينا نشوف نحن انه هذا الشكل معتمد فقط على طول وعرض الاسنان بدون اي تأثير للمظهر الخارجي للاسنان. انا كيف فيني احاول قدر المستطاع اني اشتغل على هاي الزوايا اللي حكيت عنها؟ هلا رح نشوف سلايدات شوي يحكي عن هاي الزوايا الخطية الانتقالية لحتى اقدر نوعا ما اتغلب على بعض المشاكل التجميلية الموجودة. طبعا الوجه الأسنان الأمامي أنا ممكن إني أعتمد عليه، إني أحاول إني أغير بالشكل الظاهر له عن طريق الشغل على الزوايا الخطية الانتقالية العنقية بالمنيزيال والديسر والإنسايزر. رح نشوف بعد شوي إنه هاي الأسنان أو الأسنان الأمامية، هاي الزوايا الخطية أو اللي بتربط بين سطوح الأسنان أو اللي موجودة على سطح الأسنان من البوكال أو من الليبيال، وتأثيرها على مدى حجم وشكل هاي الأسنان. خلينا إذا انتقلنا أيضا ل موضوع الكناينز وأيضا البريمولرز، فمثل ما ذكرت من شوي أنا هذا الموضوع بيأثر بشكل كتير منيح على أو بشكل كتير قوي على الأسنان الخلفية أكثر من الأسنان الأمامية. على سبيل المثال أنا فيني اشتغل على شيء اسمه الميد ليبيال ريدج، إذا ردت إنه أظهر الناب بشكل أضيق فأنا فيني أشتغل على تقريب هذا الخط الشفوي المتوسط أو الحافة الشفوية المتوسطة باتجاه الأنسي لحتى إني أقدر ضيق عن طريق أيضا تقريب الزاوية الوحشية اللي بتربط بين الحافة القاطعة الوحشية والحافة الوحشية من الديستال، وأيضا باعتمادي على الشكل أو على عفوا البعد الثالث اللي هو الإضاءة، ممكن أنا أحصل على شكل ناب أضيق قد يظهر بشكل أضيق من للناظر يعني أو من الأمام عن طريق تحوير أو تحويل أو العمل على هاي التفاصيل المهمة اللي بتاخد بعين الاعتبار مثل ما حكيت البعد الثالث اللي هو الإضاءة. أيضا هذا الموضوع حكيت فيه بآخر المحاضرة السابقة، أنه أنا لما بدي أعمل preparation للأسنان لحتى أشتغل على شيء له علاقة بالتعويضات الثابتة، إن كانت فينيرات أو تعويضات كاملة ثابتة إلى ما هنالك بغض النظر، أنا بيهمني دائما أشتغل على موضوع الـ preparation لحتى أحصل على نتيجة جمالية نهائية. طيب في عندي أنا يعني موضوع حكيت عنه من شوي اللي هي مبادئ الخط، رغم إنه هدول السنترالز هن بنفس الطول وبنفس العرض، ولكن وجود الشيء له علاقة بالتكستشر هو مهم جدا، ان كان بالخطوط العرضيه اللي بتعطيني عرض اكبر، الخطوط الطوليه بتعطي لي طول اكبر. ومثل ما حكيت انه هذا الموضوع بيتواجد بشكل كتير كبير ضمن
الأسنان الطبيعية، إذا دققنا بشكل كتير منيح بالسن الطبيعي، وربنا طبعا ما في يعني أجمل من خلقته، فمنشوف إنه في شغل كتير على التفاصيل اللي لها علاقة ب هي الخطوط عند عنق السن، بالانتقال إلى الجزء المتوسط مثل ما ذكرت من شوي، وللإنسايزر الإيدج اللي بتعطيني شكل انسيابي وأنحف وأطول للأسنان. هلا اذا انتقلنا على الامور الثانيه اللي لها علاقه بالاختلاف اللي له علاقه بالعمر، فدائما في شغله بنقولها نحن انه الهدف التجميلي ما هو انه انا اعطي شكل ستاندرد لكل المرضى ولكل الاسنان ولكل الحالات اللي موجوده عندي. اكيد هذا الشيء ما رح يعطي انطباع، المريض ما رح يكون راضي عن هي النتيجه اولا. ثانيا اي شخص رح يكون او رح يشاهد هي الابتسامة، فانطباع الاول رح يكون انه في شيء صناعي وفي شيء ما انه منسجم لا مع شخصية المريض ولا مع عمر المريض ولا مع جنس المريض. فدائما مقولة what beautiful teeth you have هي بتعني انه انت اقرب ما تكون، اقرب ما تكون ما تكون عفوا للطبيعي، افضل من انه نشوف مثل ما حكيت انه في شيء صناعي. فدائما مثلا موضوع العمر نحن بنشوف انه مع تقدم العمر الاسنان ممكن تكون اغمق، ممكن رح نحكي بعد شوي عن الفاليو والكروما، ممكن الفاليو بتكون اقل مع التقدم بالعمر والكروما ايضا تزداد مع التقدم بالعمر. ايضا الأسنان بتصير على سوية واحدة، بينما بالأعمار الشابة نحن بنلاحظ أنه الرباعيات ممكن تكون أقصر، الأسنان ممكن تكون حادة أكثر. أيضا ظهور الأسنان العلوية الأمامية بتكون أكبر مع الأعمار الشابة، ومع تقدم بالعمر نحن ممكن يكون في عندي ظهور الأسنان السفلية بشكل أكبر، وأيضا الخلافات اللي لها علاقة بالنسوج المحيطة بالفم من الخدود إلى الشفة. أيضا في عندي أنا يعني اختلافات يعني هي موجودة تبعا للعمر طبعا والشخصية. فملاحظ نحن انه دائما الاسنان اللي عند الانثى ممكن تكون مدورة الزوايا، الزوايا الخطية اللي حكيناها من شوي، ممكن تكون انه الزوايا الانتقالية اللي حكيناها من شوي الموجودة على الفيشل سيرفيس ممكن تكون مدورة اكثر، بينما ممكن تكون اقرب للتربيع عند او يعني حادة ممكن تكون عند الذكر. ايضا الحواف القاطعة ممكن تكون شافة، السطح ممكن يكون ناعم، بينما التكستشر ممكن يكون خشن عند الذكر. الفرج القاطعة بين الاسنان اللي حكينا عنها بالسمايل ديزاين العلاقة بين تيث بالمحاضرة الأولى بتكون ممكن تكون مربعة عند الذكر، بينما ممكن تكون حادة عند الإناث، بما معناه أنه دائما أنا في عندي خلافات أو اختلافات، عفوا مو خلافات، اختلافات يفترض أنه تكون يعني موجودة أو واضحة أو تؤخذ بعين الاعتبار لما بدي أشتغل يعني بين التعويض بين الذكر والأنثى. الموضوع الأخير اللي رح نحكي عنه هو مبادئ اللون. نحن نعرف طبعا إنه اللون هو ما يعني العين هي اللي بتفسر اللون استنادا على مبدأ الامتصاص والانعكاس. نحن بنعرف انه لما بالامتصاص فالجسم لما بيمتص هذا اللون بينعكس او بيصل الى العين وتشاهده وتفسره العين، ايضا بالانعكاس على الاجسام الصلبة فايضا نفس الشيء بتستقبله او بينعكس على العين وبيعطيني لون هذا الشكل. نفس الشيء بينطبق عنا نحن مثل ما بنعرف بالاسنان. وفي عندي انا 3 مفاهيم بيعرفها ممارس الاسنان العام والاخصائي التجميل
وتؤخذ بعين الاعتبار، اللي هي العلاقة بالهيو والكروما والفاليو. الهيو اللي نرجع نذكر فيها اللي هي يعني اسم اللون، او يعني هو اللون بحد ذاته اللي بيتدرج بين الاحمر الاصفر الاخضر والازرق الى البنفسج، وايضا الكروما اللي بتتدرج ضمن اللون الواحد واللي بتحكي عن شدة او صبغة اللون، وايضا الفاليو اللي بيحكي عن اللون الافتح او الداركر او اللي يكون اغمق. فهي المعلومات نحن بنعرف، بس رح نشوف بعد شوي في نقطة كمان أنا بدي أرجع فيها لحتى أوصل بالأخير للنتيجة اللي بدنا ناخدها بعين الاعتبار، اللي هي إنه أنا هذا السن بعد ما حكيت عن شكله وعن اللون، فمثل ما ذكرت من شوي إنه السن مو هو عبارة عن طول وعرض، يعني لما بحكي عن السنترال مو هو 8 ل 10 فقط، لا، وهو عبارة عن بعد ثالث اللي هو له علاقة بالتكستشر وبالديتيلز اللي ممكن أنا أشتغلها ضمن هذا السن، وبالأخص بالفيشيال أو الليبيال سيرفيس، وما تأثير الإضاءة على هذا التوث لحتى يعطيني بالنهاية الشكل التجميلي المطلوب. بما يخص موضوع الفاليو او الكروما والهيو، فانا مثل ما بنعرف لما بنستعمل يعني دليل الالوان، بالاخص مثلا دليل الالوان ال 3 دي ماستر، انا باخذ هاي الامور الثلاثه بعين الاعتبار، لكن ما يهمني اكثر هو موضوع الفاليو، لانه اي خلاف بسيط ضمن الكروما او ضمن الهيو ممكن يكون معنا ملاحظ او يعني خلاف بسيط، ولكن الفاليو دائما بيكون اهم وواضح اكثر بالنسبه ل او له علاقه كثير كبيره بتكون مع يعني انه اعطي هذا السن او هذا التعويض الجماليه الاكبر. فالفاليو له اهميه جدا كبيره. نحن بنعرف انه الهيوز او الالوان الموجوده عندي هي في علاقه بينات بعضها، الالوان الاحمر والاصفر والازرق، وهي الالوان اللي ممكن نسميها الالوان الاساسيه. الالوان الثانويه هي الالوان الناتجه عن مزج كل لونين من هاي الالوان. هاي امور نظريه، ولكن ما يهمني انا هي الالوان المتممه او المكمله اللي رح نحكي عنها بعد شوي. فأنا لحتى أغير بالهيو أو لحتى أحصل على كروما أقل أو فاليو أقل، فأنا ممكن أني أضيف اللون المتمم. وفي ملاحظة بسيطة اللي هي أنه أنا بعد ما ضل أني عم حدق لمدة 5 ثواني، فممكن اني شوف بشكل ابعد او انظر بشكل ابعد. المتعارف عليه انه الطبيب يفترض انه يعني يشوف اذا في الافق موجود باللون الازرق والبعيد، او ممكن يكون في لوحة بلون ازرق. اذا بنرجع شوي لورا، شو سبب اختيار اللون الازرق؟ نحن بأخدينا لهي المعلومة، ولكن انطلاقا من تفسير العلاقة بين الألوان، فأنا لما بكون عم شوف الألوان الأسنان اللي هي بتتدرج بين الأورانج والأصفر، ممكن مع التداخل قليل من الأورانج مع الأحمر إلى ما هنالك، ولكن بغض النظر نحن بنشوف إنه اللون المتمم أو المعاكس لهي الألوان هي اللون الأزرق. لذلك يطلب إنه بعد النظر لمدة 5 ثواني اني اشوف اللون المتمم لحتى يكون في عندي اريحية. ايضا اي تغيير للفاليو او الهيو او الكروما، انا ممكن انه اشتغل على الالوان المضادة. في عندي شيء انا اسمه التلاون. التلاون اللي هو رؤية لون واحد تحت مصدر إضاءة واحد، ولكن عند اختلاف الإضاءة واختلاف الضوء ومصدر الإضاءة رح ينشاف عندي اللون بشكل آخر. هاي القصة بنشوفها بالألوان المتمازجة اللي بتكون ناتجة عن مزج أكثر من لون، اللي هي موجودة عندنا نحن بالأسنان أو بتعويضات الأسنان.
هلا ممكن هذا الشيء يكون كتير واضح لإلنا كأطباء أسنان لما بدنا نختار أو بدنا نعمل أو نصنع التعويض، شو هو اللون اللي بدنا نحن ناخده. فممكن نحن نشوف هذا اللون شيء تحت اللون يعني الشير أو الكرسي، ممكن تحت لون العيادة اللي موجودين، أو عفوا إضاءة العيادة اللي موجودين فيها، وممكن أيضا تحت الإضاءة العادية الضوء الطبيعي اللي داخل من النافذة. طبعا خلينا بس نحكي عن هذا الموضوع. فنحن عم نقول إنه عادة أنا في عندي 3 مصادر لهي اللون. طبعا أفضل شيء إنه اللون يؤخذ تحت هي الألوان الـ3، يعني إنه أنا أجرب أختار اللون مرة تحت الضوء العيادي العادي الموجود عندي، ومرة يعني تحت ضوء الكرسي المعالج، ومرة تحت الضوء الآتي من النافذة أو الضوء الطبيعي. المتعارف عليه انه هو افضل شيء انه انت تاخذ الضوء او تاخذ مصدر الاضاءه الطبيعي. ليش؟ لانه السبب هو انه نحن من يعني بنعرفه انه مريضنا اغلب وقته بده يقضي بعمله او بخارج المنزل او بمكان عمله، فدائما الاضاءه بتكون هي اضاءه طبيعيه. ولكن هو مو يعني الافضل هو انه ناخده تحت ضوء واحد او تحت مصدر اضاءة واحد، هو الافضل انه شارك بين هاي الـ3 الوان لحتى احصل على النتيجة الافضل. ايضا انا ممكن اخذ بعين الاعتبار مريضي وطبيعة عمله وشو هو الوقت اللي بيقضيه اكثر شيء تحت اي مصدر اضاءة اقصد، وبالتالي انه اخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. طبعا نحن كنا عم نحكي عن التلون، في عندي أنا 4 أسباب لأنه التلون يكون موجود عندي أو هي الظاهرة أنه تكون موجودة عندي. أول شيء مثل ما حكينا هو بسبب الضوء أو مصدر الإضاءة الموجود عندي. السبب الثاني هو الشخص اللي عم يشوف، سواء كان طبيب أو أي حدا تاني غيره. وأيضا في عندي زمن والمسافة الموجودة بين الأسنان وبين الشخص اللي عم يشوف هاي الأسنان، وأيضا بسبب طبيعة سطح هاي الأسنان. مثل ما عم نشوف نحن هاي المريضة عندها أكثر يعني عندها تعويض عن كراون، سنجل كراون عن السنترال. فمو الفكرة هي بهذا التعويض، لا، الفكرة هي أو بهذا الكراون، الفكرة هي بأنه نفس المريضة مثل ما احنا شايفين هي أعطتنا أكثر من شكل أو عفوا أكثر من لون لأسنانها تحت يعني وضعيات مختلفة. لذلك نحن لازم نتغلب على هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي هو العتامة أو الأوباسيتي، اللي هي المتوافرة أو المتواجدة بالمادة اللي ما بتكون يعني اللي ما بتسمح للضوء بأنه يخترق أي شيء منها وبتعكسه. هذا الشيء وين بنشوفه؟ بنشوفه بمادة الأوباك اللي تغطي سطح المعدن بتعويضات الميتال سيراميك. طبعا تحضير الأسنان غير الكافي ما رح يعطي مساحة ل أو ثيكنس لفني الأسنان، لأنه يعمل لي يعني طبقات يعني تسمح لي بأنه تعطيني خصائص بصرية طبيعية تنتهي بالنهاية ل يعني تعويض جماليا وبصريا يكون طبيعي وجميل. بنشوف هذا الشيء أكثر شيء بمنطقتين، اللي هي منطقة عنق الأسنان ومنطقة بالقرب من الحافة القاطعة على السطح الليبيال أو الدهليزي. فهون بيكون عندي بهي المنطقة أنا خيارين، بحال وجود تحضير غير كافي أو غير مناسب، يا إما رح تكون حواف التعويض غير ملائمة
بهاي المنطقة مع صفات تجميلية جيدة، يعني رح يضطر فني الأسنان أنه يعطيني سماكة زائدة، أو خلينا نقول حواف سيئة. أو الناحية الثانية أو الحل الثاني هو أنه تكون الحواف مناسبة وجيدة وغير ضارة بالنسج المحيطة بالأسنان، ولكن بنفس الوقت تكون الخصائص التجميلية سيئة نتيجة أنه ما تكون هاي الطبقات المغطية لطبقة الأوباك أنه تكون يعني بتعطيني أو بسمكات كافية بتعطيني خصائص تجميلية جيدة. الخاصة الثانية اللي ممكن نحن ناخذها بعين الاعتبار اللي هي الترانسليوسنسي، اللي هي المواد أو الخاصة الشفافية بهي المادة، وهي المادة اللي بتسمح لبعض الضوء بأنه يعبر. وهي هذا الموضوع يعني انشغل عليه كتير بمواد الخزف الجديدة أو الحديثة. طبعا بنشوفه أيضا بالأسنان الطبيعية اختراق الضوء للميناء وانعكاسه بالعاج. في موضوع ايضا حابب احكي فيه اللي هو انه نحن عندنا الاسنان الامامية ما دائما تملك نفس اللون. في عندي انا تدرج، فمثلا انا ممكن ب اللاترال انسايزرز اللي بتملك مع السنترال انسايزرز نفس الهيو، ولكن بتكون مختلفة بالفاليو، بتكون ب اللاترال أقل، بينما الكناين بتكون أقل بالفاليو أيضا، ولكن تملك كروما أكبر. بالنسبة للبريمولارز فهي بتملك الفاليوس مشابه بيكون لللاترال انسايزرز. فلورسنس اللي هي التألق، واللي هي الخاصة اللي بتتواجد ب المواد اللي بتمتص الأطوال الأمواج القصيرة وتعكس الأمواج الطويلة، وهي من أهم الخصائص الموجودة بعاج الأسنان لأنه بتعتمد على المحتوى اللاعضوي. الأوباليسنس اللي هي عكسها، اللي هي المواد أو اللي بتتسمى باللغة العربية البريق، اللي هي المواد اللي بتمتص يعني الضوء بأطوال أمواج طويلة أو الموجات اللي بتكون طويلة وبتعكس القصيرة، واللي بنشوفها نحن أكثر شيء بالميناء وبمحتواها العضوي أو عفوا لا عضوي من الهيدروكسي أباتايت. بالنسبة لتبييض الأسنان وعلاقته بتجميل الأسنان وما يفعله، يعني مواد تبييض الأسنان ب الانيمال وبعض الاحيان بالدنتين، فهي ايضا ممكن انه تزيل المحتوى العضوي وتعمل لي يعني مثل ما رح نشوف بعد شوي، بتعمل لي تأثير على الانيمال وايضا شيء بسيط على الدنتيل. ودائما ينصح بانه يتم التأخير لبعد شهر بانتقاء اللون. بشكركم كتير، حاولت اختصر كتير بالمعلومات، ونشوفكم إن شاء الله.